تمام بسم الله. هلا هون انا عندي تحت الهواء كرملت البصل، قطعت بصل لشرايع رفيعه وكرملتهم بالزيت. بدنا المقلايه تكون حاميه، راح انزل فيها بشويه زيت. هلا احنا حاطين للوصفه 4 معالق زيت، راح نستخدمهم بالتدريج يعني عشان كله راح نقليه بنفس المقلايه، البصل الدجاج وهذا بس على مراحل. هلا هون انا عندي فطر مغسول، فعم ندبلها شوي لحد ما تنزل شوي ميتها وهيك تعطينا لون ذهبي. حطيناهم كلهم بنفس الصحن. هلا رح ننزل بالزيت كمان مره والمقلايه تكون كثير حاميه. وهون عندي صدور دجاج مقطعه لقطع صغيره او شرايح اللي انتم بدكم اياه. ارفع الحراره؟ هي لو سمحت. هيها هلا ايش؟ بننزل فيها بالصدر. تمام؟ وبنخليها بدك تكملي تقطيع انا واحمر عنك؟ خليها كمل تقطيع انا. بس هي هلا خليها هيك دقيقه لحد ما تتحمر. هاي كثير رح تستوي بسرعه عشان انا اليوم استخدمت الفتيله. بدنا نفرم شويه فلفل حار طيب معه، طيب كثير معه. نفتح الخبزات. هلا بنقدر نحمصهم بهاي الجهه او ما بنقدر، انا بفضل ما نحمصهم عشان بحب نكهه الزيت تتغلغل فيهم تصير هيك متشتش. ايوه كيف بس متشتش متشتش. هاي جهزنا، شو رح نعمل صديقي؟ الناس اللي بتحب تحمص السندويشه من جوا هذا طبعا بقدر صح؟ طبعا انا من النوع اللي بحب الخبز تكون محمصه من جوا. طيب الصراحه هلا بننزل بالثوم مفروم. ثوم يا جماعه بالضبط. وال وبننزل بالفلفل الحار. واقول يا رب هاي الفلفل الحار دي بالك تفرك عينك شيف. يا ما عملتها بتعرف يا ما. اوكي بس بدي استنى ياخذ لون شوي، بس هيك دقيقه. طيب كثير معها البابريكا المدخنه. مدخنة. اذا ما عندكم بابريكا عادي، واذا ما عندكم بالمره ما في مشكله. شويه سكر بني عشان نعادل النكهات بالضبط. وراح نزيد شويه ملح وفلفل اسود، كمان ملح كمان فلفل اسود كمان فلفل اسود لما انزعلت الفلفل الاسود. هلا بنرجع بننزل البصل المكرمل يا عيني ولا عليك امر. هاي وايش الفطر. هلا بس دقيقه دقيقتين ليتجانس كل مكونات وناخد النكهات من البصل من الفطر من الفلفل والبهارات. رح نحط الجبنة وبنفس المقلاية رح أعطيك هاي سندويشتك هون وهي سندويشتي، رح تعمل نفس الحركة أنا هعملها. هلأ ليه حطيتها هون؟ بدي الجبنة تدوب. أيوة تاخدها زي هيك تسحب عشان كل الزيت وكل إشي يفوت فيها. يما 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 يما. وهاي هي الفيلي تشيز ستيك. حطيها على هنا خلص. شفت قديت حروق وياه. ترى